السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم اليوم موضوع غنقولوا ليه حتى هو موضوع الساعة. هذا الموضوع ديال أسماء بيوتي. عندنا اليوتيوب في المغرب ما كتخويش منه شي حاجة فيها أسماء بيوتي، فيها ندى حسي، فيها نزار الملولي، كروفيتا، بعض الانواع ديال البشر اللي عارفين كيفاش اخطبوط اليوتيوب، عارفين كيفاش يشدوا اليوتيوب باستغلال الاسم المغربي كمغاربة، هذا مغربية وهذا مغربي، وهما عارفين راسهم انهم هما ما داخلينش بعد الدول العربية الا الدول العربية اللي فيها مغاربة مثلا اللي كيتفرجوا في هذا اليوتيوب ديالهم وهاد القنوات ديالهم. دايرين هاد الحال غير بيناتهم وعراق ما بيناتهم. كاينين قضايا اخرين اللي كيدخلوا اليوتيوب من غير ارادتهم، يعني كيدخلوا كينوضوا بالمواضيع اللي هي تثير الجدل، مع العلم ان كاينين بعض الصحافة الصفراء وبعض الصحافة بتاع الصرف الصحي اللي كتجيب مواضيع بعض المرات تكون قديمة وكيحيوها. جينا نشوفوكم انتي اللي فلانة، هضري على شنو. احنا غادي نرجعوا لاسماء بيوتي، يعني هاد المواضيع كلها كتشابه مع بعضياتها. يعني اش غنقولوا، غنصنفوه لبعض الاجزاء. هذا الجزء الاول من القنوات اللي هي سيئة، لا هي كتعالج مواضيع ولا هي كتعالج حوادث ولا هي كتعالج مواضيع حتى شي حاجه. هذه قنوات كتدخل للبيوت، استغفر الله العظيم بالكلام الفاحش والساقط، وبيه كيخرجوا الفلوس. فيهم اللي كيخرج الكلام الخايب، وفيهم اللي كيسب وكيشتم، وهم كلهم هدفهم واحد، لانه فاهمين هاد المواضيع هذه كلها كتمشي للمغربي. يعني انا غادي نهضر على المغربي، على المغربي الفضولي. يعني كاينين مغاربه اللي ما كيدخلوش السوق شي واحد، سوق روسهم وما كيدخلوش ليه. كيف قلت غادي نرجع لاسماء بيوتي. اسماء بيوتي اللي هي خرجت واحد النهار وقالت اجو تشوفوا، راه عندي السياره تخدشات، جاتني عصابه، يعني مره وحده صنفتها بعصابه. هذا بوحدو كيتسمى راه يعني واحد الشتم، واحد الكنية اعطتها لواحد السيدة، هي اعطتها صنف العصابة، صنفتها من العصابة، مع العلم ان السيدة جاية تاخذ حقها. هذا الموضوع هذا كيقول لي اجي نتعشى بك قبل ما تغدى بيا، كيقولوا اجي نتغدى بك قبل ما تعشى بيا، عفوا على المثال. ما غنمسحوش، غادي نخليه انا اصلا الحوار اللي تيكون عندي ما تنمسحوش، تنخليها كعفوي. المهم كيفاش عصابه وحمد خارج من باب داره واخد واحد الحجم ديال فتحه الباب وقف فيها بوحده، يعني ما يقدر حتى شي واحد يحلي الباب او بيديه، يعني متحكم فيه وما يقدر حتى شي واحد يدخل معاه في هذيك الفتحه. علاش دير احتياط؟ لانه عارف السيده اللي برا راها قادره تهجم عليه وتدخل وتغوز وباغا حقها، مع العلم ان السيده راه ما جاتش باغا تشوف اسماء. علاش غتشوف اسماء؟ شكون هي اسماء؟ عداء مغربيه، هزه الرايه المغربيه. شكون هي اسماء؟ عالمه مخترعه. شكون هي اسماء؟ عضو من اعضاء الحكومه. شكون هي اسماء؟ اسمع، واحد السيدة ايه خلقت لنا الروتين اليومي. الى جينا نشرح هذا الروتين اليومي خصنا ليه حلقة كاملة دياله. هاد السيدة اللي جابت لنا الروتين اليومي ودارت لنا القناة كتسب فيها الاعراض ديال العائلة ديالها، اللي هي ماشي هي طبعا غتكون العائلة ديالها، عائلة الزوج ديالها، يعني ناضت خرجت شي حويج اللي ممكن ما يخرجهم حتى شي واحد. هي بنفسها لو كانت البادئه من عند الناس الاخرين خرجوا ليها بالسب والشتم ما كانش غادي ترضى. لو كانوا غلبوا عليها هما وخرجوا بهذا الشيء كانت هي ما غاديش ترضى، وكانوا الناس ما غاديش يرضوا عليها هذا الشيء.
حنا دابا ما جيناش كنحاسبوها، وانما نفسروا ليها ان حنا صافي طافح الكيل، ما بقاش عندنا فين نزيدوا شي حاجه. طبعا انا كنتكلم على نفسي، ولكن انا حاسه ان كاين بعض الفئات ديال الناس اللي هما باغيين يهضروا وما عندهمش كيفاش يهضروا. كنهضر انا ماشي نيابه عليهم، وانما كنهضر على حساب هاد الناس هما شنو بغا يقولوا. غايقول لك والله الا هاد الشيء اللي كنت بغيت نقول حتى انا. هاد اسماء كانت ما كيناش في الدار، ناعسه سد عليها الباب، ما هي ما كان كاع ما حاضراش في الدار. كي قالت هي كانت كتعوم، هاد السيده جات بغات تشوف هاد هاد الابداع ديال اسماء بيوتي، بغات تشوفه كيفاش داير، ولكن من شخصها لشخص اسماء بيوتي كيرفض ليها الزوج ديالها. ولكن انت علاش واقف في ديك الفتحه وسد عليك ومانع شي واحد وداير واحد الهيبه على الباب، مانع شي واحد يدخل؟ علاش؟ لان عارف ان هذاك السيده اللي برا عندها حقها، باغا تاخذه باي طريقه جايه عينيها مغلغلين. اي واحد في المغاربه، انا غنهضر غير على المغاربه، عنده حقه عند شي حد راه كياخذه، سواء بالسب ولا بالمضاربه ولا باي طرق. حنا ما غاديش نبداو نقولوا الطريقه اللي ياخذوها بعض المتهورين، ولكن كاين بعض الناس اللي كيكون دمهم محامي كيقدروا يتسبوا. والسيده اعترفت قالت ايه هو سبني وانا سبيته، وكيفاش هي سباته ردت على السب ديالو حنا مصدقينها، لان هي جات من ورا السياره مشات ورجعات وردت على هذاك السب اللي سبها هو. صحيح حنا ما سمعناش، ولكن الطريقه ديال الانفعال ديالها، الطريقه ديال الاستفزاز اللي استفزها وردت عليه بهذيك الطريقه ديال الحركه ديالها، ان مبينه ان السيده ردت على شي حاجه قالها لها. حنا كلنا كنعرفوا هذا الشيء، وحنا المغاربه دمنا سخون. ردت عليه، هي كونها امراه ما غاديش تقدر تضرب مع راجل، ولكن لان حقها غالب على هذاك الراجل راه ردات عليه. كيفاش تكرجت الطوموبيل، دازت من حدا الطوموبيل، يمكن هذيك الحركه ديال دازت من حدا الطوموبيل وصوراهم على اساس خدشتها، او ممكن تخدشها. حنا ما غاديش نحكموا ونقولوا حنا نجيو منها وما نجيوش من اسماء. ممكن هذيك السيده خدشتها، ولكن ممكن ما خدشتهاش. حنا ما غنجيو لا من هنا ولا غنجيو من هنا. المهم قالوا حقا ما حقا، اسماء مرضات ومشات بديك داك الحركه اللي دار ديك السيده، وداك الحضور اللي جات، وداك السبه اللي سبات، وداك بعد ما خرجات هي بواحد الطمانينه وخرجات بواحد الارياحيه، وكانت كتكلم على اساس هي القويه وهي غادي تمشي للشرطه والشرطه غادي يجي، ودارت راه دير شكايه مع شكايات قبل وحطتهم وما تفعلوش وكيفاش، وقالت انني انا راني درت اللازم وعندي محامي، وهاد الكاميرا اللي سجلات راه ديال الكولونيل. ما بقاتش كتجبد الحركه ديال الكولونيل، ما بقاتش بينت لنا انها هي ساكنه مع واحد الفئه ديال الناس اللي هما واصلين. والسيد يمكن الله اعلم على ما بان ان حذفت هذاك الشيء اللي قالت على الكولونيل وعلى الجار وعلى حتى العساسه وعلى الناس اللي واقفين تما، تحذف داكشي، لان اكيد غتقول لهم غادي تمشيو تشهدوا معايا، غادي يشوفوا ان السيده يمكن كاين جوج الحلول، يا اما السيده الحركه اللي دارت ما هياش بها داكشي والناس قالوا ما نتقلدوش، يا اما هاد السيده عرفت بالله هاد الناس هادو غادي يخافوا منها، لان ساكنين تما قالت راه نقول هادو كاينين وصورتهم ما عندهاش الحق تصورهم، وقالوا لا ما تصوريناش وحنا ما نقدروش نهضروا ولو شفنا او ما شفناش، حيت هذه هي الطريقه ديال المغاربه، يشهد معاك يقول لك يشت ولكن انا ما نشهدش. المهم خرجت لينا مره اخرى قالت الخوت راني مشيت للطبيب وراه طرطقات لي السقيه. كلنا كنعرفوا بان الا طرطقات السقيه ودازت المراه بالماء اللي عايش فيه البيبي، سواء البيبي صغير او حتى كبر، الا كبر وصل الوقت ديالو ودخل في شهره هذيك راه الولاده، ما كاينش ولاده مبكره، الولاده المبكره كتكون على 7 شهور، على 7 شهور داخله في خارجه شويه من 8 شهور وداخله في 9 شهور على حسب. انا كاينين بعض الاسابيع اللي كيتحسبوا وقل منهم كيتسمى الولاده المبكره. السقيه الا طرطقات البيبي يلاه زايد عنده شهرين 3 شهور وانتي غاده، لان كتكون ديك الساعه السقيه صافي راه البيبي خصو ينزل.
حنا ما نبقاوش نلعبوا حتى بالاطفال الصغار اللي باقي ما جاوش ملائكه ما جاوش للدنيا باش نطلعوا الاسانسور. حنا فين ما بغينا الفلوس ما سوقناش نعيروا في الوالدين نسبوا فيهم نجيبوا حتى اللي باقي ما جاش للدنيا ما عرفناه غيكمل يدخل ولا ما غيدخلش، كل شيء بيد الله. ندخلوا الجيران العساسه نحقروا عليهم، الموظفين اللي عندنا الا كانوا تحت يدينا حتى هما نضغطوا عليهم، مال الحوانت نصبوا عليهم. كل شيء ولا باين، كل شيء ولا باين. ولاو الناس الا شافوا شي حاجه دايزه من حداهم ما تيبغيوش يسمعوا فيها اسماء، الا غير المراه شاده في يديها وغاديه من جهه الحانوت وقالت لها جي اسماء، مول الحانوت كيسد هادشي اللي كيعاودوا على قنيطره. ولاو حاضرين شي حاجه سميتها اسماء، علاش؟ قال لك كتدخل كتقول لي ندير لك الاشهار، عطيني هادي وهادي وهادي ندير لك اشهار. قالت هي ما هي راه كتخلص الناس، ما كيخلص حبيبه حتى شي واحد. الناس عندك تصحابي، واش انا الا حطيت الاسم ديالك اسماء بيوتي راه غادي يطلع ليا لي فيو؟ راه ما كيطلعوش، يمكن حيت انا كنهضر في الحق غير كيتصنتو ما كيطلعوش ليا. بحيث ان الا قلتي انهم كيتخلصوا راه اللي كيخلصك كيخلصهم، اللي تيعطيك انت الفلوس وكيطلعك تيطلع وديري النوبه. انت دابا المنافس ديالك شكون هو؟ راه ماشي الناس ديالك، المنافس ديالك هما هادوك اللي يتكلموا بالكلام الفاحش الخايب الساقط، هادوك يا هما كيطلعوا يا انت كطلعي، يعني ديري النوبه بيناتكم. هادشي كل الناس قالوا بالله راه انت بغيتي ديريه في الوقت المناسب اللي حطات فيه رانيا الوقت ديال الافتتاح ديالها. بالعكس خصك تفرحي ليها، هذيك راه عمت ولادك. انا ما تنقولش بين قوسين انك انت درتي هادشي، وانا كنقول شنو قالوا الناس. وكون بغيتي انتيا، لان الناس اسمحي لي، لان الناس صاروا كيعرفوك، عارفين الشخصيه ديالك، عارفين اي حاجه غادي تخرج كيقولوها ناس اخرين كتخرجي انت. وعلى فكره كديريها غير مع الناس ديالك، ما كديريهاش مع ناس اخرين، تقدريش. حيت انتيا الا مشيتي حتى خرجتي في هذيك الوقيته كتقولي راه غادي الناس غادي، علاش غادي ينتبهوا لك انتيا؟ علاش غيطيحوا وغادي يتبعوك انت؟ علاش؟ يمكن حيت ماركيتي جوج المليون؟ لا لا ما يمكنش، مليون وشي والله ما متبعكش انايا حباش، انا ما كنعرفش شحال مدخله، واش جوج ولا مليون وشي حاجه ولا هذا، ما متبعكش. لكن انا كنعرف ان الا مشيتي درتي انت شي حركه راه بدون ما تطلعي لي فيو نتيا بهذيك الطريقه، راه تقدر غير حادثه تجي تطلع لي فيو، يقدر غير شي مشكل ديال بحال داك الولد ديال التحرش كيطلع لي فيو، ضربك انت وزادت المشاهده ليه. تقدر غير شي واحد مريض مسكين خارج كيطلب المساعده ديال المحسنين والمغاربه خوتو، راه يطلع راه يفوتك انت. واش انت غتبقاي حاضيه حتى هذوك الناس نوضي تضاربي معاهم؟ بغيتي تستغلي بغيتي تكوني ملكه اليوتيوب؟ لا ما كايناش هادي، ما كايناش. خصك تفهمي راسك بالله، راه قد ما دابا تطلعي طلعي طلعي تقدري تنزلي، تقدري تنزلي، لان الاغلبيه ديال الناس معاك بداو تيعرفوا الحقيقه اللي هي صافي بدينا تنكتشفوها دابا شويه. قلتي لا حقا، راه حتى الا طرقات السكيار قالوا لك ان كيف قال لك المحامي، ماشي هو محامي غير صحابك اللي داروا لك الشكايه كتبوها لك كتابيا، يعني غير منهم ممكن تكتبيها وتدخليها للشرطه، راه هما غادي خصها تفعل وداك الشيء علاش ما تفعلاش. كيف ما قال لك الطبيب خليتيه وقلتي قالوا لك شي ناس او لا الطبيب او الفرمليه او شي حد كتعرفيه، يعني بين قوسين انا كنعطي غير امثله ان راه تقدر تطرطق لك السقيه وتقدري تجلسي تكملي حتى يعني تكملي شهرك وتدخلي فيه وتكملي كاع وتولدي. لا ما كايناش هادي، يعني ربما حنا ما كنفهموش، وانما حنا كعيالات كنعرفوا بالله راه ما كايناش هادي. قد ما طرطق لك السقيه كي قلتي طرطقت لك السقيه والولاده المبكره. والعجيب في الامر والغريب ان الكاميرا كتكون حاضره، كتكون الكاميرا حاضره في كل شيء. اللي بغى يتخاصم مع مرتو تيدير الكاميرا، اللي بغى يعير مرتو تيدير الكاميرا، اللي بغى يدابز جاي عنده شي واحد كيحط ليه الكاميرا، اللي بغى يطيح ليه شي حاجه من يديه كتكون الكاميرا. كل شيء كل شيء، اللي بغى يجفف، اللي بغى يصبان، اللي بغى يعير، اللي بغى كل شيء كيهضر. ماشي الكاميرا حنا كنعرفوا، اللي بغى يدير كاميرا كيقول لك انا غادي نصورها هي هنا، وكيبدا كتجي شي حاجه هكا شي القطع فويه وكتلتقطها الكاميرا. اما باش نوضو حنايا نديرو كاميرا ونقولو ها عباد الله راه حنايا راه اجي تشوفو شنو طاري لينا، هذاك الشيء راه مفتعل راه باين.
صدقات حقه ما حقه، جا السي الزروالي يجي وقف معانا، دير لينا دي وقف دير لينا عاوننا. شكون هو الزروالي؟ الزروالي واحد الشخص عادي، ربما عنده واحد الشخصيه اللي كيعالج بها بعض المواضيع، ولكن راه ماشي هو اللي غادي يجي يديك يدخلك يشدك بيديك ويدخلك الكوميساريه. الزروالي كون كانت عنده واحد القوه وكانت عنده واحد الشخصيه اللي هو كيدخل بها، راه ما كانش غادي يتشد في الحبس سواء ظلما ولا ماشي ظلما. حتى هي بين قوسين ما عرفناش، حنا باقيين دابا نيت كنقولوا الا كان ظلموا والله ياخذ فيهم الحق، كان هو داير هذا الشيء وتاب الله يعطيه الخير، لان عالج بزاف ديال المواضيع منهم الابار وسيدي عدي ديال هذا والمقبره والمساجد وبزاف ديال الحوايج. ولكن انت باش تعيطي ليه تقولي لي اجي اجي عاوني، راه انت دابا اللي كتشكلي عصابه، انت دابا اللي كتقلبي على شي واحد بطوله بعرضه كيعالج اشياء اللي هي في الخير للناس وكيرد لهم حقهم، انت كتقولي لي اجي. انا ما يقدرش يجي عندك الزروالي لانه كيحترم امه وكيحترم مرته، سمعتي، وكيحترم الناس وكيدافع على المراه. علاش انت حيت مرا انت هي دابا عند راسك انت مرا كتعاوني راجلك، ايه ناجحه في حياتك، ولكن راه ما يعاونكش حيتاش انت كتظلمي بعض الناس وكتبغي تكوني الكلام ديالك كتقوليه الحق حقيقي وهو كذوب. والدليل على ذلك حنان بانوراما المصداقيه ديال اليوتيوب المغربي، وكنظن انا المصداقيه ديال اليوتيوب كامل غنقول فيه غير العربي، لان انا تفرش بزاف ديال القنوات الا وتيكون عندهم بعض الاخطاء وتيراجعوا وتيراجعوها او كيتراجعوا. اما حنان الله يعطيها الصحه كتقول الكلام الصحيح، عمرها ما طلعت بشي حاجه وقالت لا، ولو ضربت فيها واحد السيده وقالت لا حنان ما كانش عليها تقول بالله راهي لا طرقت لها السقيه. ايه يمكن حنان والده معاوده، لكن انت اللي كتقولي ربما يا والده وما عقلاش على راسك اشنو تيطرى، يا اما غير بغيتي تضربي حنان في جره اسماء. ما نبقاوش نجيو من بعض الناس وحيت بغينا اسماء، لربما والله ما تطلعكم شي اسماء، ما تطلعكمش ما تعاونكمش اصلا. اسماء كتاخذ ما كتعطيش، اسماء كتطحن وكتسرط واستغفر الله العظيم ما كتخرجش، سمعتي، ما كتخرجش. ما تبقاوش تنويو شي حاجه، قولوا الحق وبقاو مع الحق، شوفوا المواضيع كيفاش غاده وقولوها بالحق. علاش القناه ديال حنان ماشيه وعندها بزاف ديال، لان ربتها على المصداقيه، غادا بها دقه دقه وقالت لك انا راه ما عنديش معاها مشكل، راه غدا قالت لك يخرج راجلها، هي كدافع على على سميره وكدافع على المراه وحقوق المراه وحقوق الطفل، ولكن قالت لك غدا ان شاء الله يخرج احمد ويقول راه حقه، راه بصح هذوك داكشي اللي قلته واللي قال با وصدق بصح بالله، راه حتى حاجه ما ديالي، راه هاد السيده خدته ليا وقالت لي خرج برا. واحد النهار قلت لك نجيو معاه، لان بصح هادشي، لانه مغمض لي عينيه ما كيعرفش اش كيدير، ماشي مسحور وانما مغمض لي العينين. وتقدر هي غدا وبعد غدا تقول لك وما لا راه هاد السيد هذا راه خرج ما مزيانش، راه هو اللي كان كيحرشني، هو اللي كان كيقول لي، هو اللي كان يدير لي، وتحط الادله ويقولوا الناس شنو ما شنو على الحقوق ديال الاسماء. هاد الكلام قالت انا اللي فسرته هكا، وانما قالت بهذا المنطق هذا، ان اسماء نهار يطيح احمد راه حنا معاه، يعني راه هي مع المراه راه هي مع الراجل، هي مع الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه. يعني بلا ما تبقاو كل مره تبغيو تخرجوا لينا وديروا العناوين كاذبه، بعض القنوات كانوا كيديروا عناوين كاذبه ما بقاتش يدخلوا حتى واحد. دابا انتيا جيتي حتى لهنا، جيتي حتى البنت باغا دير افتتاح ديال واحد المشروع ديالها حلال وفيه رضاك الوالدين وبغيتي تضربي فيها، وشنو طرا؟ تراجع كل شيء ضدك، تراجع كل شيء ضدك. علاش ما تمشيش وصلتي لواحد العدد عندك تمشي عليه مره مره، خرجي بشي حاجه اللي هي زوينه، انا جمعت الشنطه، انا حليت الشنطه، انا تقديت هادي. كنتمنى تمشي عند رشيده الراسي وشوفي هذيك رشيده، اسم على مسمى رشيده الراسي، داخله سوق راسها رشيده، ما كديرش شي حويج ديال الناس، كتدخل سوق الناس، لا كتدخل سوق راسها وليداتها.
حتى الفار مني عندها قالت عندي الفار، مشات جابت لي الدواء. تمنين مشات جابت الزيت باش تصيفط لختها، مشات جابتها وقالت انا مشيت نجيب الزيت. تمني بغات دير مشروع قالت انا غندير هذا المشروع، مشى ليا خوتي راني نقول لكم، ما مشاش ليا انا في الدراسه ديالو. كطيب نهار كطيب ماكله كتصرف عليها، ونهار كدير ديباناج، ونهار كتعيا كتقول لك انا راني عييت. هنا كتبين للمراه هذا هو الروتين، الروتين اليومي هو هذا. كتقول لكم يا عباد الله اجيو تشوفوا ها اليوم اش ديروا، غدا اش ديروا، اليوم صبنوا. جات عندها المراه كتعاونها ما عجبتهاش ولات كتجيبها مره مره، وراتكم ان راه ماشي تكلوا على الناس، ولا جبتوا الناس تقلتوهم معاكم خوتكم. كتوريكم كيفاش كتعامل مع وليداتها اللي كبر، كتعامل معاه مزيان وكتعطيه الاولويه ديالو، كتبوس وكتعنق وكتفرق الحنان وكتحترم الزوج ديالها وكتهضر معاه بالعربيه. هنا فين خص الانسان يتعلم، هذه هي اللي خصها تدخل، هذه خصها رشيده الراسي، خصها تدخل 3 المليون ديريكت، ماشي وحده الروتين اليومي واجي ندير لك واجي نقول لك هذا الشيء راه، هذا الشيء راه بزاف راه اش غادي نقول لكم. حنا مازال كنهضروا على القنوات اللي هما دون المستوى، منهم هاد القناة دون المستوى. اي والله يسلك الا ما تدخل معاها احمد تقول لي اجي دخل معايا قطع البوط باش ندخلو لي في مزيانه الدريه جايه. على ذكر البنت اللي جايه، حنا ما كنهضروش على الملائكه، وانما علاش اختاريتوا لها اسم جنات، جنه علاش؟ يعني انكم كتعرفوا بالقيمه ديال الجنه. كنظن انكم واخا طيروا وتنزلوا وبغيتوا تشريوا الجنه ما تشريوهاش، ما تدخلوش ليها بالحيل، وما تدخلوش ليها بلا قنطره الوالدين. يعني حاولوا ما امكن على وعسى ترجعوا للاسم وتشوفوا كيفاش تخدموا عليه باش تبسطوا الحياه. والله العظيم ورجعتوا للوالدين ولميتوهم، لا امك انتي ولا الاب ديالك، كنت تمشي عند الاب ديالك وتديري معاه فيديو، ما يقدرش الاب ديالك يخليك ديري بيه فيديو، والام ديالك حتى هي رافضه ما كديرش فيديو معاك. علاش؟ لان ما عندها ما يتقال، ما عندها ما يبان، وتترجعي لعقوسك وتبوسي لي الدين والرجلين وتقولي سمحوا لي، وتفيقي من داك المرض وديك الانانيه اللي فيك. راه قد ما الانسان يشوف 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 القدام ويشوف الفوق، لازم واحد النهار تحنا عينو ويشوف لتحت ويرجع ويشوف اللور ويعرف راسو منين جا وكيف جا. راه التواضع هو كل شيء، والتربيه هي كل شيء، والاخلاق هو كل شيء. بنت خالتك كانت كدافع عليك في القنوات ديالك، كتدخل وكإلا هضر، إلا هضر عليك شي واحد وكتب عليك كترد عليه، هي كترد عليه جوابا عليه. شنو بيناتكم دابا اللي ما بقاتش كتهضر، ما بقاتش كتدخل، وما بقاتش رجعت عرفت ان الله حق، وان داك الدفاع اللي كدافع عليك ضد حماتك انا ما غيسلكهاش مع حماتها. كتخرج وكتقول انا حماتي هي كل شيء، هي كتعلمني، كنتصنت ليها، كنتعلم منها، كنحترمها، قالت هي هي، قالت لا لا، قالت موتي موتي، قالت فوتي فوتي. ورجعي شويه راه غادي تبقاي غير بوحدك، وحنايا ما سوقناش في هذا الشيء، ما غاديش نربيوك، لان التربيه وحده راه تربيتي عليها بحال العود ديال الشجره، ملي كيطلع طويل راه طويل، الا طلع عواج راه عواج. رجعي شويه وعرفي بالله راه غادي تجي واحد الوقت غتبقاي غير بوحدك. كلشي هادوك اللي داروا لك ابوني غادي زابونيو من عندك، وغادي يجلسوا وغادي تجلسي غتقلبي هذاك الصالون اللي باقي عندك، الا غادي يخدم راه هو هذاك، الا ما غاديش يخدم الله حق. كنتمنوا تسمعوا هذا الشيء اللي قلت وتوزعوه، وكنتمنى حتى هي تدخل لهاد القناه المتواضعه وتعرف بالله راه حتى واحد ما عنده معاه شي مشكل، لا انا ولا حتى شي واحد، راه غير الناس كتنبه لشي حوايج اللي هما جايين لقدام، لربما هي ما كتنتبهش لهم وكتقول هي غاده في العلالي. ايه ما كنحسدوكش، الله عطاك وحنا بغينا، ولكن واش الله عطاك غير غادي زايد لك في العطاء باش تحلي عينيك وترجعي، اولا زايده انت في الهبال ديالك.